السلام عليكم ورحمه الله. في قناه عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. مجيد بوطمين، خوتنا الكرام، قبل ما ندخلوا بمجيد بوطمين واش قصف واش خلى في الاتحاديه وفي الاقتصادي، نتكلموا على الفيديو اللي درته البارح. الفيديو اللي درته البارح انا الاول اللي خرجت به، اللي حطاته الهداف على الشعب والجمهور الجزائري الرياضي، كان يتكلم بإقالة هذا المدرب اللي ما يعرفش قيمة المنتخب الوطني. كانت عنده 6 نقاط. هنا نعاود نولي الهضرة تاع علي بن شيخ. النهار اللي كان جمال بالماضي عندنا 6 نقاط، قال لكم رانا يطلعوا 9.5 لكأس العالم، وكان ما نطلعوش هذه كارثة. شوف الآن واش ولا يهضر ثاني علي بن شيخ. أنا زعفني البارح، كنت شوية مشغول، الله غالب، زعفني البارح لما بدا يقول أنه الغلطة في اللاعبين. بدا يحصل في ماندريا ويحصل في اللاعبين ويحصل في كل شيء. المدرب انتو شاب بالماضي جاب لكم 6 نقاط، خلاكم في 6 نقاط، جيتوا لبلادكم، علاش تخسروا لنا في الجزائر؟ علاش تخسروا في الجزائر؟ دير ماتش نير، معليش دير ماتش نير، بالك نجرعوها. تخسر في بلادك مع غينيا اللي ما كان والو. غينيا على بالك يجي يقولوا لكم دابريك شو واش داروا. غينيا ما كان والو، خسروا 3-1 في كارت فينال. غينيا ما كان والو، وربحوا مقابلة في ليبول ومقابلة من بعد، هذه هي، وداروا ماتش نير. واش غينيا قلت لكم باللي تلعب باللور وتستنى لي كونتر اتاك. قالها لكم جابر نعمون، ضحكتوا عليا في التعليقات. اسمعوا اليوم مجيد بوطمين، وقبل ما نروحوا لمجيد بوطمين شوفوا الخبر هذا. بالناصر خاوتنا الكرام، بالناصر في مشادات كلامية مع المدرب بيتكوفيتش بالإيطالية. مش أنا اللي نهضر فيها. خلاف بين بالناصر والمدرب بيتكوفيتش، الرجلان دخل في تشنج كلامي بالإيطالية خلال التربص الفارط. هاو علاش ما دخلش بالناصر؟ بالناصر غادر تربص شهر مارس ولم يكن مصابا، المصدر جريدة الخبر. هنا أو بدا يبان واش كان في القدرة. كنا نقول لكم بالناصر ماشي مصاب، كنتوا تقولوا لنا مصاب. كنا نقول لكم بالناصر ما تفاهمش مع المدرب، كنتوا تقولوا لنا لا كان مصاب. هاو بدا يبان، والخبر هي اللي نشرت من المصدر ديالها. خاوتنا الكرام، نعاودوا نولوا ديريكتومون لمجيد بوطمين. مجيد بوطمين والله غير لخص كلش، 6 دقائق فراها لهم. اسمعوا معنا ونحللوا كيف التعليق ديالو. عمر، واعتذر على انقطاع الاتصال. اهلا بك مجددا اذا مجيد. تحدثنا عن هذه الخساره، واحمد قال بانه باستطاعه تاكيد المنتخب الجزائري العوده بقوه في باقي المباريات. كيف شاهدت هذه المواجهه مجيد؟ لا اشك الراي تماما عمر، والمجاملة هذه لا تفيد منتخبنا الوطني. اليوم شاهدنا قمة كبرى، تقريبا 50% من الحظوظ للتأهل للمونديال، أعتقد بأنها بدأت تضيع في مباراة ب6 نقاط. لو فزنا اليوم كنا 50% سنضع قدم في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. اليوم ضيعنا كل شيء. من أتى بهذا المدرب يتحمل المسؤولية؟ أقولها على مسؤوليتي الخاصة. كنت قبل لحظات أطالع مواقع التواصل الاجتماعي، كلها ناقمة على الأداء، كلها ناقمة على القرارات التي اتخذت بسرعة. كلهم وأغلبهم يطالبون بعودة المدرب السابق جمال بلماضي. لكن يا مجيد، خلينا هي نبقاو في المباراة. وعلاش نبقاو في المباراة واسمك؟ او يهضر، خلي السيد يهضر، غير حق لك كل الجماهير تطالب بعوده الناخب الوطني. زعما نعود المباراه، هو مول 6 نقاط، هذا اللي محبين يرجعوه، هو مول 6 نقاط، مش انت، هو مش بيتكوفيتش، هذا اللي هضر عليه. قال لك مجيد بوطمين حبوا يرجعوا الجماهير، ومش مجيد بوطمين اللي قال الجماهير. انا درت الفيديو اللي حبي يشوفه، انا حاطه هنايا بعد في اخر الفيديو شوفه. هو اللي هش الجمهور الرياضي، هو اللي طالبوا بعوده جمال بالماضي، وقال لك بيتكوفيتش دمية، قالوها الجماهير الرياضيه. زيدوا تابعوا معنا، زيدوا، مازالوا يطبلوا خساره ومازالوا يطبلوا. أكيد هناك دائما كما قلنا، هناك الفائز هناك الخاسر هناك تعادل. هي قلنا ليست نهاية العالم، لكن حظوظ نحن لا نجامل أحدا، ولكن حظوظ المنتخب الجزائري قائمة وقائمة جدا. لماذا حسابيا؟ يا راجل دخلتونا في الحسابات تاع 1990،
قال له ماشي، قال له نورمال، قال له ما ماشي نهايه العالم، يا نهايه العالم، نهايه كاس العالم، اقسم بالله نهايه كاس العالم. تخسر لي في بلادك انت بدوام مع فريق مجهري، تخسر لي معاه، جاي تقول له ليست نهايه العالم وجاي تبرر وتشك صحيح ونورمال. مشي هكذا خوتنا الاعلام، والله ما راه هكذا، هذا ماشي اعلام هدايا. اليوم لا يزال يتواجد في المركز الاول، صحيح قطرينيا بست نقاط، لكن المركز الثالث والرابع والخامس هناك بوتسوانا واوغندا وموزمبيق كلهم بثلاث نقاط. غدا المنتخب موزمبيق سيواجه الصومال، واوغندا ستستضيف بوتسوانا. لو يفوز بباقي المباريات والمنتخب لا ينهزم يتأهل. تفضل. أكمل فقط جملتي يا عمر، أعي ذلك المقابلة، المباراة المقبلة أمام أوغندا بعد ثلاثة أيام ستكون فاصلة وحاسمة. صحيح، يوم الاثنين المقبل. صحيح. التعادل فقط سيخرجنا بنسبة كبيرة من أسهل تصفيات للمونديال في تاريخ إفريقيا، وبالتالي تعادل يخرجنا من أسهل تصفيات مونديال اللي يتكلم عليها علي بن شيخ في البلاطة، ونعود نحطوا الفيديو. قال لك كيفاش ما تأهلوش المونديال، تسعة ونص يروحوا ل 100% يروحوا للمونديال. روح للمونديال دوكا كي خسرت في بلادك، روح. علاش البارح قاعدين تبرروا؟ علاش يا بن شيخ قاعد تبرر وتقول نورمال خسرنا عادي؟ مش المدمج مش كاع المدرب، كانه مانيش عارف هذا المدرب شتو عينيه زروقا كاع طحتوا فيه. زيدوا تعبوا معنا، زيدوا والله العظيم غير تصفيات للمونديال في تاريخ افريقيا، وبالتالي انا اتساءل هذا التسرع، هل تسرعنا في ابعاد المدرب السابق واتينا بهذا المدرب الذي قام بجولات افريقيا لا ادري ما فائدتها؟ اليوم وقفنا على حقيقه منتخب غير موجود تماما. اتساءل ايضا على الباءات الثلاثه، هل ظلمها المدرب السابق؟ واقصد ابراهيمي بالرحمه حتى لو سجل هدف واكمله المدافع، وكذلك بنزية، هل ظلم المدرب هو المدرب السابق؟ السؤال لضيوف الكرام الفنيين سعيد وكذلك محمد. اعتقد باننا شاهدنا اليوم منتخب ضعيف جدا، لنهزم في مباراه مصيريه، وعادت بنا الذاكره الى 2007. مجيد لا استسمحك وساقاطعك يا مجيد، هي ليست مصيرية. لما نقول مصيرية يعني ننهزم نخرج من سباق، لكن رغم ما قلنا بأنه الانهزام المنتخب الجزائري، لكن لا يزال يتواجد في المركز الأول. يا صحفي مصيرية، كنت انت هو رئيس الجوق، كنت انت الأول، كان ربحت هذا الماتش تولي بنفوا، تولي تسع نقاط، واحد ما يلحقك، تروح دير ماتشين في أوغندا نورمال 10، تزيد تجيب هنايا ماتش تربحوا، السلام عليكم. دخلتهم هذه مصيريه، اللي قال لك ماجد بوطمين اللي صحفي خير منك ويعرف، قال لك مصيريه لانه دخلك الان في الحسابات، تحكي نتاع كيلاتريس تبقى تحسب شحال يديروا هادو وشحال. ما كناش هكذا، كان ربحنا المقابله هذه نولوا الاز. لكن تابعوا معنا، تابعوا انه الانهزام المنتخب الجزائري، لكن لا يزال يتواجد في المركز الاول بست نقاط. صحيح المباراه المقبله ستكون ربما لها نسبة كبيرة من أجل حسم، لا نقول أيضا حسم، لكن لا يجب أن ينهزم فيها المنتخب الجزائري. التعادل سيكون أقل الأضرار. صحيح، تفضل. لا التعادل عمر صدقني أننا سيبعدنا كثير، لأن المباراة ستقام على الساعة الثانية زوالا بتوقيت أوغندا في كامبالا سيتي، كانت مقررة أولا في المغرب ثم الكاف الذي يعمل ضد الجزائر. علينا أن نأخذ كل هذه العوامل في الحسبان، وبالتالي لا بد أن نصارح الشارع الرياضي الجزائري بأننا وقعنا في المحظور منذ أول مباراة رسمية لهذا المدرب. لست ضد المدرب، ولكن أنا أتساءل كيف نغير مدرب متقدم في الترتيب بست نقاط في هذه الظروف الحساسة. لكن يا مجيد، التغيير لم يكن من أجل هذه التصفيات، الكل يعلم لا ندافع على أي مدرب نحن في أي برنامج كان، لكن نتائج المنتخب الجزائري في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون وفي كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار كانت أيضا كارثية، وأنت تعلم ذلك. والمنتخب الجزائري خرج من مونديال 2022 بقطر، أنت تعلم أيضا. يا صحفي ماجد بطمينة عفوا، أنا حنجاوبك. جبت له دوك انت ياك كاس افريقيا، جمال بالماضي، جمال بالعقد ديالو كان حتى 2026 ومازال مدرب وطني حتى لها دقيقه وما شارحش الجزائر، ومن قوه الرجوله والشهامه ديالو ما حوش كاع على دراهمه.
جمال بالماضي قادر اليوم يجي الفريق الوطني عادي عادي. جمال بالماضي كانت عنده كونترا تصفيات كاس العالم 2026، لو جمال بالماضي بقى هو مدرب لفريق الوطني صدقني ما يخسر معاه هادو. تابع معنا ايضا ذلك والتغيير، هناك تغييرات في كل المنتخبات العالميه، المنتخب البرازيلي غير مدرب، والمنتخب الجزائر غير مدرب، والمنتخب الفرنسي غير مدرب، ومنتخب كوت ديفوار غير مدرب في بدايه كاس امم افريقيا. غير مدرب بصح يجيب مدرب خير من المدرب اللي كان عندك. احنا قالوا لنا جبنا مدرب عالمي بيتكوفيتش خير من، احنا قال لك تكتيك وعنده تكتيك ويلعب خمسه لافون واللاكس يطلع يعاون هكا كنا نسمعوا. بصح اليوم ما شفناش احنا مدرب، شفنا دميه، شفنا حنايا واحد فارغ في عقله. يا اخي قلت لنا جبنا مدرب، جبنا لكم مدرب ينسيكم في جمال بالماضي، هذا كره لنا حياتنا موش نسانا، هذا عيانا ماشي نسانا، خير من جمال بالماضي. هذا جمال بالماضي يا اخي كنت تقولوا ناقص تكتيك، بصح كان يفوز، كان يفوز يا ناس في التصفيات، يفوز جمال بالماضي. الضغوطات اللي تهلكوا والكواليس والكولاسة والبلاطوات هما اللي هلكوه. زيدوا تعبوا معنا زيد كاس امم افريقيا، لكن بعدها المنتخب كوديفوار هو من فاز بكأس أمم إفريقيا، أليس كذلك؟ الحديث شيق معك أيضا مجيد، سأعود إليك، سنشرك الضيوف في بعض من النقاط خاصة التكتيكية في هذه المواجهة محمد وسعيد. بكل صراحة سعيد ومحمد لا إله إلا الله. اسمع الشعب، الشعب يطالب برجوع بالماضي. هنا ابراهيمي كان حي يهضروا معاه، قالوا له ديكا جراح. هاي كيف خلصت عليهم، هاي لي دوك يجي ليه مكلف بالاعلام. هاو سعيد في الله خرجوا خالدنا، والله العظيم غير واش كانوا يديروا كاع باش راح بالماضي. الشعب فاق، الشعب الرياضي نتكلم اغلبيه ما نقولش كاع، غير اللي ما حبش يفهم بالماضي مثل ما قال جمهور رياضي تنحى لاسباب معينه. جابوا له مدرب برك كما جابوا مدرب مليح وقال لك مدرب عالمي، بطال هذا المدرب، كان كنا نقولوا بطال، كانوا يسبونا بطال هذا المدرب ما يعرفش كوتشي، هذا المدرب ضعيف ضعيف ضعيف. الجماهير الرياضيه خارجه من الملعب قالت لهم ديكاج، وزاد قالت لابراهيمي ديكاج، اللي جا وحمل الشاره وبالسم هكاك لما اعطاها الماضي كي خرجوا في البريمي ماتش رماها له في الارض وخلي. المهم خوتنا الكرام، انا اليوم ما راني ضد حتى واحد، انا غاضتني خسرت في بلادي، خسرنا في الجزائر نيلسون مونديلا، اول خساره في نيلسون مونديلا، وين تصفيات كاس عالم اللي كنا رايحين بها لكاس العالم. بن شيخ كان يقول في البلاطوات، ونعاود نرجع الفيديو ونديره لكم، قال لكم كي كان بالماضي قال لكم محال ما نروحوش لكم دافريك، قال لكم دي موند انتوما مراد، غير اللي ما يعرفش اللي ما يروحش، قال لك 9:30 كاع يروحوا، نافي دمي كاع يروحوا لكم دي موند، روحوا مالا دوكا، هاك خسرت في بلادك ودافعت على المدرب البارح وزدت ثاني يا بن شيخ، زدت هدا عيانه حصلت كلش في اللاعبين. هذه هي خوتنا الكرام الحديث بقية المنتخب الوطني. انا البارح دا لي غير القلق، كنت ديجا مشغولين، كنت في مستشفى وخدمت فيديو وبلينار وما كنتش شفت المباراة مليح، كنت شفتها عبر الهاتف، لكن طلعوا لنا السكر وعاودوا فكروني في واحد الاوقات اللي من زمان ما عشناهاش. من زمان يماركيو لك زوج في بلادك وانت تماركي واحد، زهر تخبط في بارد او تخبط وتولي وتقول عندي مدرب وعندي فريق. لا، جمال بالماضي احسن مدرب
اللي عرفته الجزائر، بكل احتراماتنا للمدربين الآخرين. سلام.